ناس كتير شككت في مقوله الاهلي بمن حضر، قال لك بقى لا المره دي صعبه بقى، ده غياب 10 12 لعيبه عن الفرقه فالامور صعبه، لكن المقوله فعلا حقيقيه يا كابتن سيد. طيب خلي بالك في لعيب كمان له دور كبير جدا النهارده، جدا جدا، جمهور النادي الاهلي. يعني ان ما كانش رقم واحد والنجم الاول للقاء، يعني انت غايب عنك النهارده 10 لعيبه دوليه، عارف يعني ايه؟ مش لعيبه عاديه، 10 لعيبه دوليه، وصلاح محسن قبلها بفتره غايب ان شاء الله الرحمن لما نرجع يبقى بشكل كويس، ما هو ب 10 بدري بنقول. انت عندك 7 لعيبه منتخب، 7 يعني اكرم توفيق طبعا، عندك محمد عبد المنعم، عندك ايمن اشرف، عندك محمد الشناوي، عندك عمرو السولية، عندك حمدي فتحي، عندك محمد شريف، عندك بيرسيتا، وعندك بدري بنون، عندك حسام حسن. فانت بتتكلم، عندك صلاح محسن، بتتكلم في 10 لعيب او 11 لعيب كلهم يعني ممكن يلعبوا النهارده ال 11 دول وما تحسش بحاجه يعني. لكن زي ما انا قلت يعني دايما في الاخر، انت عشان تبقى بتدي دوافع ممكن تتكلم كلام كبير وتتكلم كلام مهم، لكن المتلقي نفسه يبقى عايز ولا مش عايز. المتلقي كان هو اللعيبه، كانوا عارفين كويس قوي المسؤوليه اللي عليهم. ومن قبل ما نتحرك على فكره، يعني انا طلبت من وليد سليمان طلب ممكن هو يبقى يقوله، يعني من قبل ما نركب الاتوبيس واحنا طالعين على المطار، يعني كنا في الاوتيل الاول وبعد كده هنركب الاتوبيس، قلت له قول لهم كده، قول لهم، قول للعيبه كده، قول لهم احنا اللي هنكمل، احنا اللي موجودين، احنا رايحين شايلين مسؤوليه واسم كبير اسمه النادي الاهلي، ايا كانت الوشوش اللي قدامي هي بتلعب في النادي الاهلي، ولما تلعب في النادي الاهلي تساوي ان انت لازم تكون لعيب كبير، لان انت بتلعب في نادي كبير، الاسطوره والنجوميه ما بتتبنيش ابدا غير في الماتشات الكبيره والبطولات الكبيره يعني.